ديجيتال. صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من صباح الشرقيه مفعمه بالطاقه والحيويه. صباح الخير ولا يسع صباحك بيسو، يسع صباح كل مشاهدينا. حلقه جديده وامل يجدد، ونبدا صباح الشرقيه باهم العناوين. هل انت معتاد على ارتداء ساعة اليد بشكل يومي؟ وماذا تفضل، العادية ام الرقمية، ولماذا؟ هذا هو موضوع استطلاعنا لحلقة اليوم. أهمية توقيت التمارين الرياضية يكلمنا عنها المدرب الرياضي أدهم الكردي. من البصرة نتعرف على الطبيب البيطري أحمد خالد والمحب للحيوانات منذ الطفولة. من استوديو أربيل خبيرة الصورة والمظهر والأتيكيت ومدربة لغة الجسد علياء العقيلي تكلمنا عن خبايا لغة الجسد. من السليمانية معرض للفنون التشكيلية يجمع الفنانين من كل أنحاء العراق. أما في الخبر المنوع لحلقة اليوم، رجل يشتري أرنبين لشغل ابنتيه عن الأجهزة الإلكترونية، فهل نجح بذلك؟ وبسؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، السؤال يقول هل تفضل ساعة اليد العادية أم الرقمية ولماذا؟ أنت ممكن من خلال الكيو آر كود اللي راح يظهر بأسفل الشاشة تصوروها بكاميرا التليفون وراح ياخذكم على انستغرام على طول. وعلى سيرة كاميرا التليفون، هذا هم يرجعنا على الرقمية أم الساعة اللي احنا معتادين عليها، العادات التقاليد الحلوة اللي نلبسها بما أنه هي أصلا صارت ترند انه نلبس ساعات. طبعا ميس، من بعض الاشخاص لحد الان بعدهم يحبون الساعات العاديه اللي هي الساعه اللي ممكن انها تكون بس لمعرفه الوقت، مو الساعه الالكترونيه اللي ممكن ان احنا نستخدمها لكثير من الاشياء. طبعا ابو ساعه اليد تعتبر من الاكسسوارات المهمه واضافه حلوه وانيقه للاوتفيت، كانت اهميتها بس لمعرفه الوقت، لكن اليوم هي واحده من القطع الاساسيه اللي تكمل المظهر. البعض ما يفضلون ارتداء الساعه الاساسيه ولكن يحبون انه يستخدمون الساعه الديجيتال. خلونا نروح ويا جوان اللي راح تسال الناس باستطلاعنا لليوم، هل انتم معتادين على ارتداء ساعه اليد بشكل يومي ولماذا تفضل العاديه ام الرقميه؟ خلونا نتابع. طبعا من البدايه كل من هو اذواق هي الساعات وماركات، واكو ناس تفضل الرقميه وناس تفضل العاديه. فانا بالنسبه لي يعني افضل العاديه مو الرقميه، لان شوي يعني هي يعني شو ما نقول، انا اعتبرها مثلا تراث شيء يعني قديم. يعني هي الساعه، حتى هي الساعات العالميه هسه نقدر نقول يعني حتى اللي هي العاديه مو الرقميه. وكل من يعني ذواقين بالساعات وكل من له ذوقه بالساعه. العادي الساعة، نعم الساعة العادية. قلت لك أول شيء أنا بالنسبة لي أشوفه يعني يعني أرقامها تصير واضحة تقريبا، مو مثل الرقمية تجي شو ما تقول تدوس الدقمة بها لو عارف شنو هاي كل ما يعني هي الساعة قدام عينك يعني عرفت وصلت الفكرة من هذا الباب. وأشكال هناك وأشكال يعني ونقشات تختلف بالعادة عكس الرقمية تجي يعني شيء شاشة واحدة، أو وخاصة تجي لو على الشحن أكثر شيء على الشحن يعني شوي تعيق الرقمي يعني تشحنها أو تحتاج بطارية، مو مثل هاي الساعات العادية حتى يعني بطارية تمشيك يعني فترة، لا البولت بين فترة وفترة تشحنها لو فد شيء. أفضل الساعة العادية أنا بالنسبة لي يعني، بس أكو واحد يفضل الرقمية، بس اللي يفضلون الأكثر شيء العادية، لأن هي قلت لك تجي على رسمي تجي على كجول تقدر تلبسها كل وقت. هذه الساعة الإلكترونية يعني تلبسها لبسة رياضية، هذه قليل اللي يردوها. الساعة معتاد على لبس الساعة يوميا، وبالنسبة يعني لغة الأرقام مهمة، أنا أختار هذا الشيء لو رقمي. نعم. أي. شو تفضل يعني تفضل حسب لبسك لو لا لازم ساعة بيدي، يعني معتاد على هذا الشيء سواء كانت رقمية أو غير رقمية، لكن الرقمية أفضلها. بالنسبة للساعة، الساعة شيء جمالي ينضاف الهندام الرجل أو الشاب،
بالنسبة للوقت الحالي بدأت الناس تستعمل أو تعتمد يعني تبدأ تتخلى عن الساعات باعتبار التليفونات موجودة، لكن أنا كرجل بالنسبة لي ما زلت متمسك بساعتي وساعتي عادية ألبسها يومية بالإضافة للجوال. أنا معتاد على ارتداء الساعة يومياً، لأن أنا شايف إن هي من الحاجات الأساسية للرجل، يعني من الحاجات الأساسية للأناقة، يعني دايماً بيقولوا الساعة والحذاء وكده، فأنا معتاد يومياً على ارتداء الساعة، ودايماً بفضل الساعات اللي هي بتبقى بالعقارب، يعني مش اللي هي بتكون ديجيتال أو بالأرقام، ولكن أحياناً طبعاً الواحد بيحب إنه يلبس الساعة اللي هي الرقمية دي في الرياضة مثلاً، لأن ممكن يكون مثلاً الستيك بتاعها يبقى مثلا سيليكون او بلاستيك او كده، فيبقى في الرياضه سهل. يعني انا ما معتاد ان ارتدي الساعه اليدويه بشكل يومي، ارتديها معظم الاحيان في المناسبات الرسميه، وفي عندما احتاج بالمناسبه الرسميه معرفه الوقت معرفه الزمن بشكل دقيق ارتدي الساعه اليدويه، بالاضافه الى انه انا افضل الساعه الكلاسيكيه أفضلها على الساعة الرقمية. صحيح بأنه الساعة الرقمية هي يعني لا يستهان بها، ولكن الساعة الكلاسيك حافظت على أصالتها وحافظت على رونقها وأناقتها، وهناك شركات متميزة وعالمية خاصة بالساعات الكلاسيك. أنا يوميا ألبس ساعة وألبس العادية، لأن لبستها مال رسمي وانا ما دائما البس لبس عقلاني، هيك افضل العاديه. زين، العاديه من تفضلها؟ يعني اكو بالك يعني لبسه على اللبس تفضلها؟ لا يعني انا احسها على كل شيء اقدر البسها، مثلا يعني ترهم وي كل شيء وي اللبس مالتي. يعني شو تفضل انت، العاديه او الرسميه؟ لا العاديه. العاديه. مثل ما شفنا بالاستطلاع الآراء اختلفت، مع أنه أغلبية الناس فضلوا الساعة العادية، ولكن الساعة الرقمية تنفع للناس اللي يهتمون بالرياضة والتمارين الرياضية، عددهم مو قليل، لكن الأغلبية ما عندهم المعلومات الكافية حول الرياضة. واليوم ويانا المدرب الرياضي الكابتن أدهم الكردي اللي راح نتكلم وياه بخصوص توقيت وتمرين الرياضة اللي هو جدا مهم بالنسبة لنا طبعاً، وبنفس الوقت الساعة اللي نلبسها. صباح الخير. صباح النور، كيف كون؟ أهلا وسهلا بك في صباح الشرقية. أدهم، بما أنه سؤالنا تفاعلي حلقة اليوم عن الساعات، خلينا ندخل الرياضة والساعات مع بعض. أوكي. هل الساعة الرقمية اللي نلبسها الديجيتال واتش اللي تقيس السعرات الحرارية اللي نحرقها بالجيم، وساعات اللي ممكن تنبهنا في النشاط ونصحى ونشرب ماء، هل هذا يساعد في التمارين الرياضية؟ هلا بالنسبة للساعة اللي هي اللي عم تكون، إن كانت الآي واتش ولا إن كان أي براند تاني عم يشتغل على موضوع السنسر اللي عم يحسب عنا، هو عم يكون فعليا هو حافز أكبر من انه غير انه هي تحسب لك صح. يعني هي احيانا ما عم تكون 100% هي صح، بس وقت اليوم الانسان او الشخص الرياضي اللي رايح يلعب رياضه وتعم يلاقي عنده تارجت، يعني هو بصير انه في عندنا تارجت انه انا اليوم بدي احرق مثلا 100 كالوريز 500 كالوريز، قد ما بيقدر يعمل التارجت تبعه، وخاصه انه هم بيحسبوا لك على هو نوع الرياضه اللي انت عم تمارسيها. صحيح. فهو احيانا بيكون عندك الموضوع هو تارجت اكثر، بصير في عندك موتيفيشن اكثر. بس هو صحيح اللي القراءه، يعني هو فيك تقولي بين احيانا يعني 70% 80%، مو دائما بيكون صح، لانه هو عم تاخذ على الهارت ريت، يعني ممكن شوي ياخذ السنسر شوي بتغير، ولكن لابس ساعتي. لا تشيك الساعه اللي لابسها. لابس ساعه تماما. احيانا نستخدمها كانه تحفيز على مود نكمل التمارين الرياضيه. هي تماما بيكون عندك مثلا التايمر تبعك، بتحطي نوع الرياضه تبعك اللي انت بدك تلعبيها والوقت اللي بدك اياه وقديش التارجت اللي بدك توصلي له، وعلى هذا الاساس انت بصير عندك حافز اكثر بينما تكوني عم تلعبي على وقت. يعني بصير عندك اكيد حافز اكبر.
عن موضوع الساعة. طيب أدهم، بالنسبة لتوقيت التمارين الرياضية، البعض يفضل أنه يسوي تمارين الصبح، والبعض الثاني يحبون أنه مثلا بعد ما يخلصون الشغل، بعد ما يخلصون الدوام، يكونون متفرغين تماما للجيم والرياضة. تمام. ولكن شنو هو التوقيت الصحيح اللي إحنا لازم نسوي به تمارين الرياضية على مود تزيد طاقتنا ما نخمل؟ هلأ لكي موضوع التوقيت الرياضي اللي أنت ممكن لازم تلعبيه، هو بيختلف بين شخص وشخص، صح، وبين لايف ستايل ولايف ستايل. يعني الاشخاص، في عندك اشخاص بيفوقوا جدا نشيطين عند الصبح، في عندك اشخاص بيفيقوا كثير بدهم ساعتين لثلاثه لحتى يتنشطوا عند الصبح، وعندك اشخاص ما بيقدروا، بيكون شغلهم كثير بكير الصبح، بقى بيكون عندهم مشكله انه اصلا ينزلوا الصبح بعد التمرين. سو اليوم عندك، في عندك فرق اصلا هو تماما بين التمرين الصبح وتمرين الظهر وتمرين المساء، حتى على موضوع الجسم والنتيجه اللي احنا عم نركض لحتى ناخذها. شو اللي احنا، شو التارجت تبعنا بهذا الموضوع؟ الاشخاص اللي بيفيقوا الصبح، انت في عندك اليوم شيء اسمه الساعه الداخليه تبع الجسم تبعنا، هي الصبح هي اللي بتساعدنا مثلا تفيقنا الصبح. عرفتي علي كيف؟ هي اللي بتخلينا نكون نشيطين اكثر، بتساعد على موضوع العضلات لتصحى لحتى لهالقصه. سو انت اللي بيفيق الصبح بيتمرن الصبح، اذا انت حابه تنحفي ويكون عندك التارجت تبعك انك انت يكون عندك لوز ويت، فيك تكون تلعبي الصبح، وحتى فيك تلعبي قبل ما تاكلي ولا لقمه، يعني وين تاكلي ولا يكون قبل الفطور على معده فاضيه، على معده فاضيه، لان بيكون عندنا نسبه الانسولين والسكر بالدم كثير واطيه، بنحن نصير نستهلك من الدهون الموجوده بالجسم. هذا المطلوب اتوقع من الكل. تماما، لان انت اليوم في عندك ناس من هالقصة، بلس انه انت فيكي تاخذي نتيجه عضليه، ولكن على هو موضوع الاكل فينا نحكي عنه بعد بشوي. التمارين اللي بعد الظهر، في الانسان تكون عنده يوم، في عندك الهرمون التوتر اللي هو بيكون موجود عند الصبح بالنسبه كثير عالي، هو بيساعد على عدم الكورتيزول، هو بيساعد على عدم يكون عندنا بناء عضلي صح، يعني بيحاول ينزل من هالنسبه نسبه العضل للعضلات. يعني احنا انت اليوم ايا كان شاب ولا ان كان بنت، احنا بنركض لنعمل نشوف وين الديتيلز اللي عندنا بالجسم، ولازم نشتغل عليها بطريقه صح لنعبي هذا الفراغ او هذا الديفول اللي احنا عندنا بدنا نشتغل عليه. سو المساء فيكي نسبه هذا الهرمون بتوطى كثير، صحيح، بقى انت فيك تصير تلعبي التمارين القوه اكثر، تمارين التحمل اكثر، تمارين الليفتنج اكثر، يعني تمارين مثلا الركض، تعملي سايكلينج، سباحه، روب جامبينج، يعني اي شيء فيهن التحمل، او حمل اوزان بطريقه كبيره. بقى هون المساء بتختلف معك عن الصبح وعن المساء بهي الطريقه، انه انت فيك تحملي وزن اكثر عند المساء، ولكن انت كمان بيزيد عندك موضوع القلق للنوم، هي بتفرق معك. صحيح. الفوائد الفيق الصبح بكير والتمرين هو بيساعدك يتنظم جسمك للمساء، وحتى يتنظم عندك موضوع الوجبات. حلو هاي النقطة، لأنه يوضح المعلومة يمكن كانت خاطئة، اللي الناس تفكر أنه خليني أسوي رياضة بعد الدوام وآخر الليل حتى أفرغ الطاقة السلبية اللي عندي. تمام. ولكن هذه المعلومة وضحت أنه بالعكس يزيد من نسبة الطاقة اللي عندنا، وحتى والكورتيزول يعلى بالجسم. yeah. اللي هو يسبب قلق، وأصلا مبارحة بقلب حلقتنا كنا نتكلم عن النوم وقلة النوم وتأثير على الجسم، فممكن هذا يأثر. تمام. على العضلات وعلى الجسم. تمام. على هو توضيحا بس مشان اوضح اكثر، هو اليوم انت بدك تلعبي رياضه، يفضل ما تلعبيها وتروحي تنامي، او ما يفضل تروحي مثلا خاصه بالليل، يعني عم نحكي لها موضوع الليل، انت اوريدي بتكون الدوره الدمويه عندك بدها ساعتين لثلاث ساعات لتهدى. يعني انت بيقول لك تسمعي احيانا انه انت اليوم لعبنا رياضه، بس احنا ضل عنا ضلينا ساعتين ثلاثه كأن جسمنا عم يتبعده عم يحرق. يعني هي الدوره بتضل عندك انت شغاله بطريقه اكثر. سو يفضل اذا انت بتلعبي بعد الشغل ما نروح بيت نريح ونضيع وقت، لان حاول نخلص ويكون معنا سبيس اكثر ليكون رجع جسمنا كثير رواء لنقدر ننام صح. ولكن انا كحدا بمجالي بالرياضه انا بفضل التمرين الصباحي لسبب، التمرين الصباحي له فوائد كثير مهمه، انه انت بيعطيكي نشاط لكامل النهار. عرفتي كيف؟ وبلس احنا موضوع شغلنا نحكي بالواقع العام، نحن نسيل موضوع الرياضه وكيف فينا التفاصيل الرياضيه بهذا الموضوع، انت وقت تنزلي الصبح على الجيم انت خلصتي فعليا من هم وساعة الرياضه. بالفعل يعني هذا عم اقول لك على هو اللايف ستايل، على هو الناس رفقاتنا اللي احنا بنشوفهم اول متمرنين اللي بينزلوا، انت بتخلصي من موضوع الرياضه صار عندي اتفرغ لكافه نهاري، حتى الميلز تبعي الوجبات تبعتي بتتنظم.
اي صح، لانه ما تنقطع بالنص. خلص عرفاني حالك. انت ذكرت نقطه عن ان هيئ الجسم للنوم، انه لازم يكون في ساعتين ما بعد الرياضه لحد ما الجسم يهدأ حتى الواحد يقدر مثلا يكمل يومه او ينام او يرتاح. طيب شلون نهيئ الجسم اول ما نصحى الصبح حتى يبدا الرياضه؟ لانه في ناس على طول اول ما تفتح عيونها تدخل بالرياضه المعينه اللي يريدون يسووها على طول من غير ما يهيئون العضلات والجسم والدوره الدمويه بالجسم اللي قاعد تتحرك. فهل في اساليب لازم الواحد ما يعني مستحيل ما يسويها، لازم يسويها حتى العضلات او الدهون تحترق بالطريقه الصحيحه من غير اني انجريز او ممكن اشياء غلط تصير؟ هلا بالنسبه لموضوع الرياضه، ان كان بالصبح ولا ان كان بعد الظهر ولا كان باي وقت، في عندنا خطوات لازم ناخذها دائما بهذا الموضوع، نضلنا بالسيف سايد. ما فينا نروح نلعب فورا رياضه من دون ما نكون عاملين وورم اب، ما نكون عاملين ستريتشنج، ان نمطمط العضلات بطريقه صح. اذا عندنا اصابات، في ناس عندهم اصابات ظهر، عندهم في ناس عندهم اصابات بالرقبه، يعني مثل اي انسان ممكن بيشتغل، اغلبيه الناس اللي بتشتغل على مكاتب بنك بغض النظر عن اي العمل بيصير في عندها تقلصات بالظهر. صح. سو انا اليوم بدي اروح العب رياضه من دون ما اعمل ورم اب للعضلات للاربطه لكل شيء بجسمي، بياثر علي سلبا. وقت انا اخذ ويت اسحب الويت من دون ما يكون عامل ورم اب، يمكن يعمل لي تقلصات، يمكن يصير عندي تشنجات عاليه بالظهر بالرقبه بكافه الجسم، يعني مو بمنطقه معينه. فلازم يكون في كثير في يعني الورم اب ما لازم يكون اقل من 10 دقائق. اوكي. نعمل اول شغله مشان نحرك الدوره الدمويه للجسم، ياخذ شويه باور ليكون في عندك شويه قدره تلاقي فرق. جربي فوتي العبي رياضه وحاولي اطلعي بس اعملي 5 minutes كارديو و5 minutes شويه دامبلز على الخفيف، اي شيء ورم اب لكل جسمك، بتلاقي فرق كثير بالتمرين. هن الفرق 10 دقائق، العالم كثير بتخطى ال10 دقائق اللي هن وهن كثير خطرين انك تتخطيهم، هن الاهم من التمرين. ادامي، ما انه احنا بدنا نحكي على توقيت التمارين او توقيت الاسترتشنج، بعض الاشخاص انه يتغير شكل جسمهم مثل ما ذكرت، تتغير الهيئه، يتغير شكل العضل، بس لانه مثلا زودوا توقيت بمناطق معينه وقللوا توقيت في مناطق معينه. طيب اضرارها، هل فعلا انه شكل الجسم يتغير اذا زودنا توقيت او نقصنا توقيت؟ قصدك توقيت توقيت التمرين نفسه. اوكي. هلا اليوم زياده وقت التمرين او نقص وقت التمرين هو ماله كثير قصه، هو الفكره انه نحن نعرف نشتغل على شو بدنا نشتغل. يعني اليوم عندك عالم كثير مثلا صبايا مثلا بيكون عندهم منطقه الارداف او عندهم سيلولايت مثلا، عندهم هن ما عم يعرفوا يشتغلوا صح، هن عم يشتغلوا تمارين، وهي اليوم شيء شائع انا بشوفه كثير انه بيلعبوا بطريقه مو إلهم او ما في اشراف بطريقه صح لإلهم، او ممكن يكون عندهم اغلبيه الصبايا او حتى الشباب في عندنا مشاكل مثلا بتكون باللور باك بالظهر، هي الاماكن اللي فينا نسميها الميته بالجسم اللي ما بتتحرك غير عن طريق الرياضه. بقى اليوم وقت الانسان ما يعرف يكون في عنده اشراف واطلاع صح على موضوع شو التمارين الصح لإله، بصير في عندك مشاكل بزياده. يعني ركز على نوع التمرين اكثر من التوقيت. تماما، نوع التمرين وشو حاجتك للتمرين. يعني انا ما بروح بلعب لعضله اوريدي هي منيحه وانا بترك عضله هي ضعيفه. هي بتعمل لي مشاكل اصلا مع الوقت، لانه يصير اثقل. يعني في عندي هو لازم دائما المسلز يكون فيهم بالانس. يعني يكون مثلا عندي هي العضله هي عامله بالانس، ما هي العضله مشان ما تاثر على اربطه مثلا الركب لنفرض. يكون مثلا عضلات التشست هن في بالانس مع عضلات الظهر مشان ما يصير في عندي انحناء. يعني انت بتشوفي دائما عندك عالم ظهرهم هيك، انه في عندهم هذا الميلان، هو لانه ما في عندي بالانس بين العضلات بين ورا وبين الظهر بين تشست. عرفتي كيف؟ دين عندك مثلا منطقه الكور، منطقه الكور ما تكون قويه، العمود تماما. يبقى انت الكور، العالم فكر الكور هو عباره عن عضلتين قدام وعضلتين ورا، لا، الكور هو عباره من عند تحت التشست لعند سفن الخصر، هو هذا كله كور. سو هي منطقه كثير كبيره العالم احيانا بتتركها. كل هدول بيلعبوا دور انه ياثروا سلبا اذا ما لعبناهم بطريقه صح واشراف، ويكون الانسان عارفان شو لازم يلعب. حلو هاي النقطه، الاشراف، انه لازم يعرفون شو يلعبون، لانه وايد ناس ممكن تدخل للجيم او تسوي رياضه معينه وتركز على مثل ما قلت عضلات معينه وتنسى الباقي، وبعدين يشتكون من الام بالجسم. تماما. فهذه نقطه كلش مهمه ذكرتها، شكرا على هذا التوضيح. هسه ننتقل الى النقطه الاهم اتوقع،
اللي هو التغذية ما بعد الرياضة. تمام. لأن الرياضة لوحدها مثل إيد اللي ما تصفق. تماماً. فلازم الغذاء يكون التكملة مال الرياضة. تماماً. شنو ممكن الشائعة اللي نشوفها الغلط الشائع حالياً إنه الناس تمارس الرياضة ومن بعدها عصائر فقط أو سلطات فقط أو يقلبون فيجن من غير بروتين. فشو التأثير على الجسم وشو لازم يكون بالنظام الغذائي لازم يكون موجود إذا الواحد يمارس الرياضة؟ هلا اليوم حتى موضوع التغذية هو بيختلف بين شخص وشخص. أكيد. اليوم إحنا شو التارجت؟ أنت ما عندك ويت، بدك تزيد الويت تبعك. اليوم أنا ما عندي ويت ولكن أنا بدي أعمل كمان شوية مسلز. عرفتي كيف؟ في عندك أشخاص عندهم جسمهم عامل مثلا يكون عندهم مشاكل صحية بنقص فيتامينات بنقص اي نوع ثاني معين، بعد احنا عندنا كثير اوفر ويت بس انا ما عم يروح الويت. سو اليوم انا بدنا نحكي عن موضوع الاكل، فهو فعليا فينا نعتبره هو 70% من اللايف ستايل تبع الرياضه. صحيح. يعني احنا عندنا 30% هن بالجيم، بس انا فعليا عندي 70% هو الدايت. يعني كل هالتعب 30%. ايه تماما تماما. اليوم انت اذا ما كان اكلك صح، اذا بدك تحسب قديش بتفوتي كالوريز وقديش بتخرجي كالوريز من جسمك، قديش بدك تدخلي كربوهيدرات، بدك تدخلي بروتين، هدول هي حسبة كتير كبيرة بتصيروا إلى كمان اختصاصيين لهذا المجال إذا ما نحكي بطريقة بروفيشنال أكتر يعني. ولكن إذا بدي أحكي بطريقة مبسطة، اليوم موضوع الأكل بعد التمرين كتير مهم. إذا إحنا اليوم إذا بدي أعمل إذا نريد نكبر العضل أعمل مسلز، إذا مثلا أنا اليوم بدي أعمل مسلز لازم نزيد موضوع البروتين بطريقة صح، لازم ندخل كربوهيدرات بطريقة صح. يا ترى أنا اليوم جسمي مثلا في عندك صبايا بتقول لك انا باكل لقمه كربوهيدرات ان كان رز ولا ان كان بطاطا انا بسمن، وفي عندك اشخاص بياكلوا قدن على 3 مرات ما احنا نشم الكربوهيدرات. عرفتي شو المقصد؟ سو احنا نحكي بطريقه عامه اكثر ما نكون كثير محددين. لازم يدخل هو بروتين على جسم بعد التمرين، لازم يدخل كربوهيدرات، لازم يدخل خضره، يعني في عنا انواع معينه وكبيره كثير بهذا المجال. وتفوت انت موضوع الدايتيشن وهالقصص بيختلف عندك. حتى في عندك شغله ثانيه هو ما الاكل ما قبل التمرين هو لسه كثير مهم. انت شو التارجت تبعك؟ انت بدك تاخذي انرجي، انت فايقه الصبح بكير بدك تروحي على الجيم، مو معقول تروحي انت بلا فطور وانت اوريدي ما عندك فات. لا عندي فات. يعني فيك تاخذي اي شيء بتعلق مثلا تمر، فيك تاكلي قطعه موز، فيكي اللي تعطي طاقه يعني تعطيك شويه انرجي فينا نقول السكر الطبيعي. السكر الطبيعي اللي احنا السكر الابيض لازم يتوقف بشكل يعني هو الابيضين في مثل ما بنقول، والملح والسكر لازم ينقطع بتاتا. بقى انت اليوم اي انسان على هو شو التارجت تبعه، يعني اليوم اللي بيعمل مسلز كثير مثلا يصير بادي بيلدر لازم يرفع نسبه البروتين بطريقه او حسبه معينه. يعني بالنهايه شنو الهدف مالتنا؟ احنا نغذيه على هالاساس، اذا نريد نكبر العضل او نريد النقصه او نريد نضعف. تماما. ادهم شكرا لك، شكرا تواجدك ويانا. ان شاء الله يا ربي مشاهدينا استفادوا ونشوفك ان شاء الله بحلقه ثانيه. شكرا لك. شكرا لك. هلا هلا. مثل ما سمعنا رولا من أدهم أنه لازم الواحد يستشير، هذه أهم شيء، وما يمنع نفسه يأكل البروتين، يأكل السلطات ويأكل الكاربس. هاي أحلى نقطة حبيتها. لازم تركزين أكثر شيء ميس على الهدف مالتنا، إذا كان إحنا نريد نقص وزن شنو لازم نأكل، أو إذا نريد نكبر العضل شنو لازم نسوي، إضافة إلى الرياضة الصباحية اللي هي جدا مهمة مثل ما ذكر المدرب أنه لازم إحنا نسوي رياضة الصبح أول ما نقعد إذا حابين أنه ننقص وزن أو نخسر فات مثل ما قال. وايضا الرياضه المسائيه من الممكن انه تضرنا وتزيد قلقنا. اي هاي النقطه اللي يمكن هوايه من الناس ما كانوا عارفيها، وهي نقطه جدا مهمه انه الواحد ما يمارس رياضه ويروح على طول يجرب ينام حتى لو كان هلكان، لانه نشوف من معظم الناس انه يكونون تعبانين من بعد الرياضه ويقول لك بس اخذ لي قيلوله وانام لي شويه وبعدين اروح للطلعه، ولكن هذا يسبب قلق بالجسم، بالذات انه الجسم ده يفرز نسبه عاليه من الكورتيزول. فاتمنى انه تتفادون هذا الشيء وتخيلون الجسم يحرق الدهون بالطريقه الصحيحه لمده ساعتين مثل ما ذكر ادهم. بالفعل. من موضوع الرياضه رولا خلينا نروح وياكم الى البصره ونتعرف على الدكتور البيطري خالد اللي من طفولته كان يحب الحيوانات ويهتم بها ويعالج بعضها مجانا ويروح بسيارته الخاصة حتى يعالج الحالات المريضة في محافظات أخرى. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم.
وياكم الدكتور خالد احمد عيسى. الحمد لله كانت بداياتي بالطب البيطري قبل اكون دكتور بيطري، يعني كنت احب يعني مهنه الطب البيطري وكل الكائنات، يعني كنت اربي يعني بعض الحيوانات البيت، يعني حتى بعض انواع الحشرات، يعني كنت يعني احاول دائما اعتني بهم او احافظ عليهم قبل لا اكون يعني دخلت المهنه. يعني فسويت لي غرفه خاصه بي، حاولت اعالج بيها انا الحيوانات، اسوي لهم يعني بعض الشغلات يعني اللي اقدر عليها انا حسب يعني فكري وتعالجهم، يعني تعلمت وايد شغلات. وواجهت هواي انتقادات من المجتمع، واجهت انتقادات عديده من اصدقاء من هواي منطقتنا من كل الناس، يعني انتقادات ليش انت طب بيطري، ايش عندك رايح، شنو ما بيها مستقبل. انا مو سافر انه مستقبل، بس شيء انا عشقه، شيء يعني يجوز ما حد يصور عشق الحيوانات من طفولتي. حاليا انا عندي 3 افرع يعني من العيادات، عندي كادر طبي كامل ونشتغل 24 ساعه خفر عياداتنا. اكثر الناس يعني جاي يقولون ليش دكتور انت شاجب 24 ساعه بالعياده، ليش دكتور يعني حتى بثلاثه بالليل تواجد بالعياده. انا تجي حالات مثل اسر ولاده عند قطط، او حالات اضطراريه عند ناس، يعني النقالي يكون 24 ساعه عام خلف اي اتصال، انا اسما يعني غلط بالنوم لهي الدرجه، يعني اللي اوصل للعياده واشوف الحاله يعني هاي الدرجه. هو ينصادف حالات انه يجيبها وياي، او الناس تتصل علينا، مثلا اكثريه الناس يعني تخاف الله مثلا عندهم رحمه على الحيوان، يتصلون دكتور احنا بهذا المكان احنا منتظرك، بس كنت تجي تقدر يعني مثلا تاخذ الحاله او تجيبها. اكو ناس تقدر تجيبها للعياده، اكو ناس لا ما تقدر يعني تجي للعياده، فاحنا نروح لهم بسيارتنا الخاصه نجيب نشوف مثلا الحيوان ونجيب للعياده. بعض المشاكل اللي جاي نواجهها بالعياده، بعض المربين انه يعني اليوم يربي حيوان بالبيت بس الحيوان انه اصاب مرض او اصاب شيء او كسلوك صار عدواني، او انه يهمل الحيوان يشمره بالعياده، يقول دكتور انت اهتم بي انا ما اريد الحيوان هذا ما اهتم بي. يعني الحيوان اكيد يعني يحتاج علاج، يحتاج انه اهتمام نهتم بي، حاله حالنا حال الاطفال بالبيت يعني يحتاج اهتمام من عندنا. بس اكثر المربين يجون يهتمون، اكثر بعض المربين لا يقول لك انا حيوان مجرد إنه قص صورة أو قص فد شيء وخلاص تمرض بعد ما أحتاج هذا الحيوان بالبيت. هواي ناس حالياً يسألون شنو يعني فندقة وشنو يعني التبني. في الآونة الأخيرة هواي ناس تعرض قططها للتبني في حالة إن اليوم عنده سفر، وفي حالة انشغاله بعمل ما يقدر مثلاً يعتني بالحيوان، إنه يعرض تبني للعيادات. يجون مثلاً يجيبون للعيادة نأخذ ورقة إن أنت متبني، إنه يصور القط كل مدة يصور لل يجي الشخص المتبني يحضر القط عنه، نقوم بعرض القط عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق المراجعين تون العيادة. ان القط مثلا ياخذ القط بس يقدر مثلا ناخذ معلوماته وناخذ كل شيء يهم القط، انا يدز الاهله فيديوهات يعني كل شهر او كل اسبوع ان الاهل يكون مشتاقين اليه او يشوفون القط مالهم، لان هم اصلا عرضوا للتبني ما يريدون يبيعوه، حبهم للقط. وموضوع الفندقه اللي عندنا حاليا والعياده، موضوع الفندقه فندقه السفر، عندما شخص يسافر او عنده عمل فندقة عمليات نقدر نشتغل العملية، نقدر نخليها عندنا نعطيها علاجات خاصة لها، أحسن ما أن الشخص يروح ويجي على مود هاي فندقة خاصة نسوي العملية نكملها نعطيها للشخص يأخذها كاملة. الإنسانية بأبهى صورة مثلها الدكتور خالد، وبالفعل مو بس الحيوان مو بس البشر العاديين يحتاجون مساعدة، ولكن الحيوانات اللي ما عندهم القدرة على يقولون إنه إحنا موجوعين إحنا محتاجين مساعدة، هو حس بيهم وحب يوفر لهم هاي الراحة. شكرا لك وشكرا لهذا العطاء اللي أنت قاعدة تقدمه بدون مقابل.
طبعا الكثير من الاشخاص يحاولون انه يساعدون كميه كبيره من الحيوانات ولكن ما يقدرون. دكتور خالد اليوم قدر يساعدهم، ومن هذا الموضوع الى الاخبار اليوم. يسعد صباح سمراء. صباح النور ولا صباح الخير. صباح ميس. الخير سمراء كالعاده. نتامل اليوم تكون اخبار حلوه للاسف. يعني لا تنتظروا بعالم السياسه والاقتصاد خصوصا بالمرحله الحاليه وتداعيات كل هالازمات اللي عم نعيشها على مستوى العالم وتاثر المنطقه العربيه خصوصا بطبيعه الحال العراق. خلاص خلينا نتابع. صباح الخير مشاهدينا واهلا بكم الى اولى وقفاتنا لنهار اليوم مع هذا الموجز الاخباري في برنامج صباح الشرقيه. جددت وزاره الصحه العراقيه تحذيرها من خطوره مرض الحمى النزفيه الذي ينتقل من الحيوان الى الانسان ويسبب الموت بنسبه 60%. وجاءت هذه التحذيرات بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 حالة. كشف جهاز الأمن الوطني في العراق عن اعتقال أكبر شبكة ابتزاز إلكتروني تنشط ضد موظفي الدولة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت مصادر أمنية إن شبكة الابتزاز التي تضم 10 عناصر تتلقى تعليمات من أحد أعضاء مجلس النواب العراقي الحالي وتوجه عملها ضد الموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة باستخدام وسائل التواصل. حذرت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة إنسانية من أن الملايين يواجهون خطر المجاعة في منطقة القرن الأفريقي مع احتمال طول أمد أسوأ جفاف في أكثر من 40 عاما وتحوله إلى خامس موسم على التوالي من نقص الأمطار، مما يتسبب في تدمير سبل المعيشة وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في إثيوبيا والصومال وأنحاء من كينيا، بما في ذلك خطر المجاعة في الصومال. واقترن الجفاف مع زيادة عالمية في أسعار الغذاء والوقود بسبب الحرب في أوكرانيا ويؤثر على الملايين في أنحاء القارة السمراء. إلى جانب التأثير السلبي المعروف على الصحة العامة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن صناعة التبغ تسبب أيضا ضررا بيئيا كبيرا نتيجة التلوث والانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ. وتتناول الوثيقة التي تحمل عنوان التبغ السم لكوكبنا البصمة البيئية للقطاع ككل، من زراعة النباتات إلى تصنيع منتجات التبغ مرورا بالاستهلاك والمخالفات أو المخلفات. اتجهت الشركات في سنغافورة بشكل متزايد إلى الروبوتات للتعامل مع انخفاض القوى العاملة بسبب الجائحة للمساعدة في تنفيذ مجموعة من المهام من مسح مواقع البناء إلى مسح أرفف الكتب في المكتبة. ويقوم الروبوت سبوت بمسح أقسام من الطين والحصى للتحقق من تقدم العمل، فيما قدمت مكتبة سنغافورة الوطنية روبوتين لقراءة الرفوف، كما تم الاستعانة بالروبوتات في المقاهي أيضا. صناعة الفخار تقليد تتوارثه الأجيال في البحرين في ورشته الصغيرة. يقوم محمد الشغل بتشكيل الفخار ويصنع الأواني من الطين الرطب. ويقول محمد الذي يعيش في قرية العالي المعروفة بصناعة الفخار إن هذه الحرفة توارثتها الأجيال في عائلته على مر الزمن، ويستخدم صانع الخزف مزيجا من الرمل المحلي والمستورد لصنع أوان على أعلى مستوى من الجودة ثم يبيعها للتجار. أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم فرانك لامبارد مدرب إيفرتون 30,000 نحو 38,000 دولار لانتقاده الحكم بعد الخسارة أمام ليفربول في قمة مارسي سايد بالدوري الممتاز الشهر الماضي. ولما يحتسب الحكم ستيوارت تويل ركلة جزاء بعد كرة مشتركة ضد أنتوني جوردن لاعب إيفرتون، وقال لامبارد بعد الخسارة بهدفين لصفر إن ركلة الجزاء كانت ستحتسب لو كان هذا الخطأ لمصلحة أحد لاعبي ليفربول. ونختم هذا الموجز بهذا الخبر، إذ حصد مقطع فيديو لزرافة مصنوعة من الشوكولاتة نشر على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي حصل على 80 مليون مشاهدة
استحوذ الشيف أموري غويتشون الفنان الفرنسي المتخصص في صناعة الحلويات على الكثير من إيماءات الإعجاب في أكبر ابتكار له حتى الآن لمنحوتة واقعية بحوافر. وكتب غويتشون مشاركا أحدث أعماله الفنية على إنستغرام بارتفاع 8 أقدام فاصل 3 ووزن بلغ 160 رطلا. يعد هذا بالتأكيد أكبر صنع شوكولاتة لي على الإطلاق بحسب تعبير الشيف. إذن بهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموجز، نعود لاستكمال باقي الفقرات صباح الشرقية مع ميس ورولا. إليكما. شكرا لك سمراء. طبعا ختامها مسك وشوكولاتة. شفنا الزرافة واشتهينا الزرافة، مو بس شفناها، وفعلا الواحد عنده فن الطبخ غير انه كان رسام، لان الفن اللي صنع بها الزرافة طلعت بطريقة جدا حقيقية. فالرسم مالته انه هو رسام ونفس الوقت شاف استثمر بنفسه، بس المشكله هذا الشكل صراحه انقهر عليها اكلها، ما اقدر اكلها بعد الانجاز هذا. شكرا لك سمراء، يومكم سعيد. انا اللي عجبني بالاخبار المنوعه مال سمراء انه خبر مال الروبوت اللي طلع، انه خلاص الروبوت قام ياخذ مكان الانسان، وراه على طول طلع خبر الفخار وده يشتغل بايده، فيعني في امل انه اكو امل انه نبقى يستخدمونه للمستقبل، انه الروبوت ما راح يستبدلنا. نرجع نذكر مشاهدينا بالسؤال التفاعلي حلقه اليوم، هل تفضل الساعه العاديه ام الرقميه؟ معظم التعليقات رولا اللي جتي على الانستغرام انه الناس تفضل الساعات التقليديه. بالفعل بعض الاشخاص يحبون انه يلبسون الساعات العاديه لانه بس يريدون يشوفون الوقت، ما يريدون يحسبون وزنهم ولا ايش قد مشوا ولا ايش قد هم خسروا ولا ايش قد ربحوا. بعض التعليقات كاتبين اثنينهم ينطن نفس الوقت وحسب الستايل الرسمي او الكاجوال، اذا كنت لابس كاجوال فلازم البس ساعه رقميه، اما اذا كنت لابس لبس ستايل وتوكسيدو لازم البس الساعه العاديه. ماخذين فكره الناس انه الواحد لما يريد يلبس شيء كاجوال يحط الساعه الديجيتال الرقميه، ولكن هل هذا الشيء صحيح من نسبه الفاشن ولا لا؟ لانه اذا نشوف اخر الترندز والموضه اغلبيه النساء والرجال يلبسون الساعات الرقميه الجديده الديجيتال مع البدلات ومع التكسيدوز او القاط اللي يلبسوه بمناسبات، لانه صارت اشكالها متجدده وطالعه هي اصلا الترند والموضه، فالواحد يقوم يحتار انه هل ياخذ الكلاسيكي ولا ياخذ الديجيتال. انا شخصيا رولا احب الديجيتال اكثر من الكلاسيكي. انا ما احبها، انا كلش بعدني اولد فاشن واحب الساعات اللي مجرد اريد اشوف الوقت، ما اريد اشوف انا ايش قد سويت وايش قد مشيت وايش قد حركت، ما اريد اتعرض لهذا الستريس، بس احب الساعات العاديه واحب الساعات الفينتج. احيانا بعض الساعات يكون شكلها جدا مناسب، حتى لو انت لابسه كاجوال تقدرين تلبسين الساعه التقليديه. وايضا همين اكو شغله كلش حلوه، بعض الشركات استخدمت الساعات الرقميه على اساس انه هي رقميه ولكن شكلها عادي، تشوفينها انه هي شكلها عادي ولكن تقليدي. تكون تقليدي، استثمروا الفاشن مثل ما ذكرتي. رغم انه اي رولا معظم الناس احنا اصلا بما انه بدنا نقرا التعليقات من شبكات التواصل الاجتماعي، تتوقعون انه بما انه انتم من زمن شبكات التواصل الاجتماعي تفضلون الساعات الديجيتال والرقميه، ولكن طلعت تحبون التقليديه وشبكات التواصل الاجتماعي بنفس الوقت، لانه الرقميه تعطيكم همين المسجات والنوتيفيكيشنز اللي يجيكم على الانستغرام. خلينا نشوف باربيل شنو رايهم. ياسمين وزين صباح الخير، يسعد لي صباحكم. زين تاخرنا عليك. كنت راح اسالك صباح الخير. لابس صباح الانوار. والله جيت راح اسال. يا صباح الانوار، يا صباح الانوار، موضوع كلش حلو ميسر. ولا يعني بالفعل احنا ما نقدر بدون ساعه، ما نقدر نطلع لا باطلالاتنا ولا بطلعاتنا وين ما كانت بدون ما يكون عندنا او يكون بايدنا ساعه، لانه الوقت هو كلش مهم. يبقى سؤال اليوم هو احنا شنو نفضل، الساعات الرقميه او الساعات الكلاسيكيه؟ انا شخصيا اليوم حبيت اغير شويه، دائما يعني البس الساعه الالكترونيه، فحبيت اليوم شويه اغير ويا لبس البس فت ساعه كلاسيكيه. انتم شنو تفضلون ميسور ولا؟ احنا مقسمين اثنين، واحد تحب الرقميه واحد تحب التقليديه. احذر زين. منو تتوقع يحب التقليدي والرقمي؟ اليوم احنا التكنولوجيا اليوم انت اكيد ميس ما انت تحبين الرياضه وتحبين
كالوريز وهاي الشغلات وانت داخله بهذا العالم اكيد انت الرقميه تكون. ورولا قالت لانه هي تحب سمعني غشيت هيك زين اكيد تحب الكلاسيكيه زين غشيت ما يصير شنو بالنسبه شنو بالنسبه لياسمين؟ بالنهايه اليوم حتى الساعات حتى الالكترونيه هم اكو سير واكو انواع جديده للاشخاص اللي يحبون الفانتج لوك او يحبون الساعات التقليديه فممكن هم هذا الخيار متاح لهم. رولا سؤالك صباح الخير رولا صباح الخير ميس اكيد الساعات يسعد صباحك يسعد صباحك ياسمين اكيد الساعات لها كل يعني لبس فاني بالحقيقه احب الكلاسيك اميل الى الكلاسيك اكثر يعني المشكلة. تغريني وقت اللي اشوف مثلا اذا كانت كلاسيك او رقميه فاكيد راح اختار الكلاسيك. المخرج نبهني انه انا اصلا اليوم ناسيه البس ساعتي اصلا فبس تذكيرا يعني زين انا بعدني احب الساعات الكلاسيكيه. شلون يصير؟ شلون يصير شفت؟ شكرا لكم. اليوم اللي نحكي عن ساعات ناس بالضبط حتى انا اليوم ملابسه ساعه. انا ملابسه ساعه. معتمدين عليك كلنا زين معتمدين عليك انت تقرا لنا ساعة تقول لنا الساعة بما انه البنات كلهم اليوم ولا واحدة بينا لابسة ساعة بس عرفنا انه الساعة صارت نقلة الى اربيل هذا الشيء الوحيد اللي عرفناه هذا اللي نعرفه شكرا لكم وراح نترك لكم الجواب شكرا لكم شكرا للفقرات الصباحيه الجميله اللي قدمتوها لنا وننتقل لفقراتنا اللي راح نقدمها لكم وايضا نذكركم بسؤالنا التفاعلي لهذا اليوم شنو اللي تفضل ساعه اليد الرقميه ام الساعه الكلاسيكيه والاهم انه ليش خلينا نقرا بعض الاجابات مثل ما قالوا ما يسروا الاجابات والتعليقات كلها منقسمه بين الاشخاص اللي يحبون ويفضلون الساعات التقليديه والاشخاص اللي يحبون الساعات اللي همنا تبين اكثر من وقت ممكن هي تربطيها بالتليفون ممكن هي تبين الحركه مالتك كم خطوه تسوين باليوم فاكو اشخاص منقسمين بين هذا وهذا اكيد الشباب نشوفهم اغلبهم يقولون الساعات الرقميه والابل ووتش والساعات الجديده الثانيه هذا لانه اعتقد هي مرتبطه بالتكنولوجيا والشباب اللي يحبون التكنولوجيا يحبون ساعات اكيد صحيح الرقمية. شوف هذه هنا معلقه تقول حتى العطلانه هم البسها يعني انه هي تستخدمها كشكل وتدري زين اكثريتنا انه بعد ما نزل الموبايل وهذه التقنيه ظلينا الاكثريه انه يستغني عن الساعه يعني مجرد انه يريد يعرف الوقت يشوفه بالموبايل وبذاك الوقت انه خلاص يعني يكتفي الحاجه يعني ماكو داعي انه بعد يلبس ساعه هاي الاكثر اهم شيء هو انه هو ما يرتديها كانه كشخه او كستايل لا مجرد انه يريد يعرف الوقت فمن نزل الموبايل ظل يستخدم الموبايل اداته حتى يعرف الوقت بها. حلو جدا مشاهدينا ننتقل حتى نحكي بموضوعنا الاول من استوديوهاتنا في اربيل ومثل ما تعرفون مشاهدينا كل واحد من عندنا يحكي لغه واحده او اكثر او اثنين حسب المكان يكتسبها بالدراسه او الدورات لكن اكو لغه احنا نحكي بها ونمارسها بدون ما ندرسها او نتعلم شيء عنها وهي لغه الجسد. اليوم ضيفتنا هي خبيره الصوره والمظهر ومدربه اللغه لغه الجسد وايضا الذكاء علياء العقيلي. صباح الخير عليك. صباح الخير صباح الخير صباحكم. اليوم احنا بدنا نحكي عن الساعه بعدين همنا راح نحكي انه الساعه اذا واحد يكون لابس ساعه او لا شلون تاثر على لغه الجسد، لكن احكي لنا شويه عن لغه الجسد للاشخاص اللي ما يعرفون عن هاي اللغه. لغه الجسد بشكل عام هي اي تواصل يعني غير لفظي مع الاخرين، بمعنى يعني حركات الوجه، حركات العين، الهيئه العامه، نبره الصوت، هاي اذا تكون ضمن لغه الجسد، يعني اكو اصوات بها موسيقيه يتقصدون يحكون بهالطريقه هاي لايصال رساله معينه. بالمجمل هي معظم حركات الجسم اللي عن طريقة تتواصل مع الآخرين وعن طريقة أذن توصل رسالة للآخرين إذا أنت كنت بحاجة أن توصل رسالة للآخرين. حلو. هي بالمجمل لغة الجسد ولغة الجسد أنا بالنسبة لي أعتبرها شيء جدا مهم لأنه هي اللي تترك انطباع عنك يعني عند الآخرين ممكن هذا الانطباع يكون إيجابي ممكن هذا الانطباع يكون سلبي ولذلك هي جدا مهمة وجدا أنه نكون إحنا حريصين على إتقان هذه اللغة وتطويرها ومتابعتها بشكل مستمر بحيث تقدمنا بالشكل اللائق. حلو. طيب هذه لغه الجسد همين تعتمد على الذكاء والفطنه يعني اني اكون ذكيه يلا اعرف هذا المقابل شنو اللي يعني دي يلمح او شنو
الإشارة بنفس الوقت يعني إنه على شنو دي تمام هو المتعارف عليه يعني السائد دائما يقولون انه هي تعتمد لغه الجسد على احساسك لكن هو علم هو ما له علاقه بال يعني احساس انه انت شنو تحس يعني وتخمن لانه اكو اشياء ما ممكن يعني انت راسا تعرفها بمراحل بدايه عمرك اكيد تحتاج الى خبره الى تطوير الى متابعه الى دراسه فهي اكو نوعين من لغه الجسد اللي هي لغه الجسد العامه اللي احنا متعارف عليها اللي احنا كنا يعني نستعمل مثلا الفرح الحزن التشاؤم التوتر القلق هاي كلها تظهر اكيد على وجهنا وعلى حركات جسمنا لكن اكو لغه هذه دقيقه هذه يعرفها اللي هم اختصاص خبراء المظهر خبراء لغه الجسد تشخص انت بشنو تفكر انت شخص دواخلك انت بهاي اللحظه شنو تريد تسوي ليش انت تتصرف بهالطريقه يعني شنو التراكمات اللي عندك شنو الصور المخزونه بعقلك اللي على اساسها انت تتصرف بهالطريقه ممكن هي احنا اول اذا اردنا نقيسها على مراحل العمر ممكن هي اول ما تبدا عند الطفل تكون لغه الجسد فطريه يعني اصلا اول ما يجي الطفل يعني تشوفيه ما عنده اي يعني ما عنده اي حركات اي ملامح تشوفين وجهه نفسه يعني نفس الحركه انت شو تسوين هو نفس الحركه وياك بالضبط فهي بعدين بشويه تتطور يبدا يخزن حركات الام والاب هو العقل يخزن صور هو عباره عن كاميرا يعني يخزن هاي اللقطه ويحفظها يبدا بعدين يطلع لك اياها من انت تريد تتفاعل مع الآخرين يطلع لك هاي الصورة طبعاً بس بأسلوبك أنت فيبدي تتطور طبعاً تبدي تتطور من يبدي يخزن الصور الأهلة تبدي تتطور من يدخل المدرسة تبدي تتطور بعمر الشباب إلى أن تتطور مرحلة العمر الكبير راح تنعكس على هيئة الشخص ولذلك نشوف إحنا الكبار بالعمر عندهم هيئة معينة بس أنت تعرف هذا الشخص عمره تقدر تحدده ليش هاي بتراكم الصور داخل العقل وبتراكم التجربة والخبرات استنتاج يصير هيئته معينة زين شلون ممكن إحنا من خلال حركات متكررة أو خلينا نقول إشارات معينة تكون عن وعي أو بدون وعي ممكن توصل لنا رسالة شنو هي الطريقة اللي ممكن توصل لنا رسالة ونفتهم من عندها شنو معنى هاي الحركات هو قلت أنا هي الخبرة شوية لها تأثير وإحنا لازم نميز يعني لازم نميز إنه إحنا هذا الشخص أول مرة نشوفه وهذا الشخص إحنا عندنا به معرفة قديمة سابقة يعني هو هذا مهم هذا إلها تأثير طبعا جدا إلها تأثير لأنه إحنا بالتأكيد ما عندنا فد مثل يقول فد سي في كامل عن هذا الشخص ونعرف هو بهاي المواقف شلون كان يتصرف بالضبط. نعرف أفكاره هذه كلها إلها علاقة طبعا بأنه نربط حركات جسده إنه عن شنو ده يعبر بهذه اللحظة فأول لقاء هو ممكن إحنا الأشخاص اللي عندهم خبرة طبعا كلش بهذا الموضوع اللي هم الاختصاص ممكن يقدر يشخص مثلا هذا الشخص شخص يعني مندفع او شخص محب شخص قلق بهذه اللحظه شخص خائف اضافه الى انه اكو هي يعني حركات معينه احنا ممكن نتجنبها مثلا في لقاءاتنا الاولى مع غير اشخاص ممكن نتجنبها بحيث تقدمنا بالشكل الصحيح ما تاثر انه ياخذون فكره عنا تختلف عن اللي احنا نريد نقدمه حلو جدا اليوم كل اللي مهتمين بالبادي لانجويج أكيد أكو نقاط أساسية إنه الواحد يعتمد عليها يعني هسه مثلاً هذول اللي خبراء بلغة الجسد شلون صاروا خبراء لما إنه أكو شغلات اعتمدوا عليها ويعني فد مراحل أساسية إنه تهم هذه اللغة هو أسأل ليش عندي يعني اختصاص صورة ومظهر هذه كلش إلها تأثير طبعاً على الموضوع لأنه هذه كلها مربوطة بالنهاية بلغة الجسد الخاصة بينا أكيد طبعا هو الدراسة والتمعن والبحث والمراقبة المراقبة المستمرة هذه تولد عندك خزين عن الشفرة للغة الجسد الخاصة بكل شخص والدراسة طبعا هي أكيد موضوع الصورة احنا أنا ليش درست الصورة حتى أعرف هاي الصورة شلون انخزنت وشون صارت وشون تكونت بعقل هذا الشخص وشنو أسبابها وبالتالي شون راح تنعكس على مظهره وعلى حركات جسده يعني هي بها دراسات خاصة طبعا بها دراسات خاصة وبها متابعة أنت لازم عندك متابعة علما للشخص نفسه والمجموعة متابعة الموضوع بشكل عام دائما تتابعين تربطين هذا الحدث شون كانت ردة فعل الناس هو بشكل عام ترى هو العقل الباطن يخزن كل الصور ويطلع الشياء احنا مرات مثلا نشوف اشخاص معينين بحياتنا نقول هذا الشخص ممكن يعني دا يكذب او هذا الشخص خائف او هذا الشخص مخادع يعني ما دا يحكي الحقيقه ليش احنا انا من تسالين الشخص يقول لك انا دا احس هو مو انا دا احس هو انت هذه اللقطه شفتها في غير مكان ممكن حتى من مسلسل يعني شكل ممثل انخزنت العقل كلش يعني كاميرا بالضبط يخزن هذه الصور
فهو من يشوف هاي اللقطه يرجع لك اياها، ينطيك باص يذكرك يقول لك هاي الصوره. فانت ما متوقع انه العقل عنده هاي السرعه دا يرجع لك هاي الصوره، فتتخيل انه انت عندك شعور قوي وانت احساسك قوي انه هذا صحيح، هذا الشخص مخادع او كاذب، وانما هي لها علاقه بمخزونك من الصور. طبعا كلش له تاثير التفاعل مع الاخرين، التواصل مع الاخرين، هذا كلش يبني خبرة موضوع الخبره عندك بلغه الجسد، لانه انت اذا شخص منعزل دائما ويا نفسك وضمن عائلتك وضمن بيئتك الخاصه راح تبقى تفتهم بس لغه الجسد الخاصه بهم. بالضبط مثل الطفل من اول يوم يروح للمدرسه تشوفه يبكي، هو ليش دا يبكي؟ لانه هو دا يشوف غير صوره من اهله، يعني غير صوره لغه جسد من اهله، يشوف الناس اكو ناس تنطي غير لغه جسد خاصه باهل ذاك الشخص، ذاك الطفل الثاني، فتشوفه يخاف، هو خايف من هاي الصوره بس، يعني هو ما خايف من المدرسه، فهي هاي الفكره. زين احنا اليوم حكينا بالمقدمات وشون واحد ممكن يميز، تحتاج الى خبره والى سنين، ممكن مو من اول لقاء ينطي فيرست امبريشن او الانطباع الاول. نحكي شويه بالمظهر، انت اذا تحكين عن الصوره واختصاصك بالصور، اليوم شلون ممكن انا هذا لبسي يدل على شخصيتي، او انت تكتشفين شلون طبعي ولغه جسدي من الالوان اللي انا لابسها، ممكن من تسريحه شعري، شنو هاي اكو عندها دلالات بلغه الجسد؟ هي هو احنا انا قلت هو طبعا بشكل عام احنا ما نقدر يعني نحكم، انا ما اريد احكي، انا احكي اذا كخبير اكيد احنا نعرف راسا شخص هذا الموضوع، بس كاشخاص عاديين يعني انا ما احب راسا يحكمون من اول لقطه، يعني مثلا انا اشوفك لابس ابيض ما يصير راسا احكم اقول انت لابس ابيض يعني انت هيجي وهيجي، لكن احنا عندنا دلالات يعني مثلا ربط الالوان نعرف انت شنو. هي بشكل عام طبعا انت اكو اشخاص مثلا بهذا اليوم احتاج يلبس هذا القميص وطلع، لكن اذا شفت الشخص على طول حياته هو مستمر مثلا يلبس اسود، يلبس ابيض، يلبس احمر، هذه دلاله انه هو دا يلبس مشاعره، دا يلبس هو شنو دا يحس، دا يلبس افكاره، يعني مثلا هو شخص يعاني من يعني حياته كئيبه، هو يعاني من توتر، يعاني من قلق، يعاني من ضغوط نفسيه، او هو حزين، شوفه دائما مصر انه يلبس اسود. انا مره كان عندي حديث مع شخص معين فسالته انت ليش تلبس اسود؟ قال لي انا احس اللون الاسود ينطي الكبرياء. ضاع الربط بالمشاعر. فهي هاي الفكره. ممكن اكو يلبسون الابيض حتى يكونون بتواصل اكثر مع الاخر، لانه الابيض ينطي شعور الانفتاح، ينطي شعور السلام، التواصل مع الاخر. هذا هو عرف شنو معنى هذا الشيء؟ اذا هو عرف، قلت انا اكو اشخاص هسه مثلا اللي يشتغلون بالسياسه، يشتغلون بالاعلام، يشتغلون بتدريب او تواصل مع الاخرين، يختارون الالوان اللي تكون مؤثره على الاشخاص اللي راح يتواصلون وياهم. مثلا انا اليوم قصدت البس هذا اللون. حلو، خلينا نحكي فتنفل. ليش؟ انا بشكل عام ما البس اكسسوار ولا البس يعني قليل البس هاي الالوان، هاي الالوان البسها من يكون عندي تواصل مع الاخرين، هذا اللون ينطي لون سلام داخلي، يريح العين. يخليك تركز. يعني ممكن تقول لنا هذا شنو اللون؟ التركواز. هذا الاخضر. شنو التركواز؟ هذا لونين، هذا ينخبط اخضر واصفر وابيض مع ازرق، يطلع هذا اللون. هذا اللون. فهاي الالوان بشكل عام هي المجمل، هاي اللي ذكرتها لهاي الالوان كلها لها تاثيرات نفسيه، من انت تمزجيها بلون واحد اولا اللي حسحب العين الى منطقه الجسد، انا اريدهم يركزون على منطقه الجسد وحركات جسمي، اريد اوصل فكره لغه الجسد ايش قد مهمه. إضافة إلى أنه هذا اللون يريح العين، ينطيك شعور بالسلام، أنت قريبة من هذا الشخص، يعني هذا الشخص مو غريب عليك، هذا اللون موجود دائما، يعني حتى بالديكورات تشوفه، بالإعلانات، بالتلفزيون، لأنه هو اللون مريح للعين. فمن تلبس هذا اللون وانت بالاعلام راح تكون كلش قريب من المشاهد، تنطين هاي الرساله. هاي الرساله بالضبط. الاعلامي، السياسيين، اكو سياسيين يتقصدون يلبسون الوان معينه، هاي تاثر على الجماهير، تنطي قوه، مثلا اللون الاحمر المال الى الماروني، هذا ينطي شعور بالقوه والفخامه، من يدخل القائد او المسؤول لابس هذه الالوان يكون يعني هو يمكن اكو اشخاص يسمعوها ما يتوقعوها، لكن هي الالوان اولا لها ترددات كلش يعني مؤثرة على العين، وبالتالي العين هي اللي حتنقل لك الشعور. وبالتالي انت اللي حيكون عندك تواصل مع هذا الشخص ويكون هذا الشخص مؤثر عليك. هي هاي الفكرة يعني المجملة من الألوان. فقلت يعني احنا ممكن نحكم على الأشخاص اللي يرتدون مشاعرهم إذا شفناهم بشكل مستمر. أما الشخص اللي أول مرة يلبسه ممكن هو لقى هذا الهدوم قدامه ولبسها، فما ممكن نحكم عليه. لكن يفرق الشخص المتدرب والشخص اللي يرتدي مشاعره عن الشخص العادي. طيب اليوم كمبتدئ يعني يهمه هذه لغة الجسد، على شنو يركز؟ يعني ممكن انه فد
فجزء معين بالجسم ينطينا إشارة إحنا نعتمد عليها بهذه اللغة، ممكن إنه أكثر جزء بهذا الجسم. ملامح الوجه، العين. العين. العين كلش توصل أقوى رسالة العين. ولذلك أنت تشوفين تشوف الشخص اللي يكذب أو الشخص المخادع ما يقدر يركز بالعين، الشخص الخايف يوخر عينه على غير صفحة، ينهزم يخاف، أو أكو أشخاص يلبسون يعني مناظر يغطون عينهم حتى يعني شلون يضم نفسه، مثل ماكو يضم نفسه ما يريد الآخرين يشوفوا. مثلا حركة العين المستمرة بشكل مستمر أكثر من اللازم، هذه كلها دلالات على أنه الشخص عنده مشكلة، يعني ده توصل العقل الباطن ما تدري يوصل لنا إياها. هي تصير أكو إرباك، يعني أنت العقل مخزن صورة، أنت بهاللحظة فرضا نقول إحنا يعني دا يوصل صورة مو حقيقية، فيصير عنده أرباك يقول أنا مخزن هاي الصورة، هذا دا يحكي غير صورة. فيبدأ شنو؟ يبدأ العقل وين تطلع عن طريق الجسم، عن طريق العين، عن طريق حركات الإيد، عن طريق مثلا مرات أكو أشخاص يتعرقون يبدأ يحك خشمة، يبدأ يحك رقبته. طبعا هاي كلها المناطق، هذه مال خشم شنو؟ هذه كلها المناطق تفرز هرمونات تخليش تسترخين، تخليش شوية تتوازنين، ولذلك هو الجسم يساعدش إنه حكين خشمك، إدانك، عينك، هاي كلها. ممكن هذا الشخص من يكذب يعني أنا سامع أنه يعني يحك خشمه. إيه فعلًا يحك خشمه، يلزم إذانه، هاي المنطقة، هاي كلش المنطقة إذا يعني استمروا أنه يحكوه، لأنه أكو يعني أكو هرمون معين ينفرز إذا حكيت هذه المنطقة، بيخليك أنه يعني التوتر يخف من عندك حتى يبدي ألف قصة زين يكمل على يبدي ألف القصة. حركة الشعر هي شيء كل ساعة أنه يلزمون شعرهم، وهذه حركة الشعر مو شرط، يعني أكو مرات هي التسريحة تخلي الواحد يحرك إيده، ممكن هو يعني احنا ما نقدر، اكو امور عامه واكو امور يعني هي فعلا تتفسر بمعنى خاص، بس هاي الامور عامه حركه الشعر بس اذا كلش يعني مبالغ حركه بيها. مبالغ بها ومو طبيعيه وما متوافقه ويا الكلام اللي انت تحكيه، يعني مثلا باجتماع رسمي او هاي وهذا مستمر، يعني ما متوتر معناته شخص خايف. زين احنا نحكي حكينا عن العين والاي كونتاكت والتواصل من خلال العين، هو مهم من واحد يحكي ويا شخص ثاني، وممكن هي تبين شخصيته ايش قد قويه، ومثل ما قلتي اذا هو متوتر او دا يكذب او اكو فد شيء انه هو يريد يخبيه، فايش قد مهم من اني دا احكي ويا شخص خاصه بالمقابلات، احنا نحكي بهاي الشغلات لانه تكون مهمه بالمقابلات، مقابلات العمل، مقابلات تلفزيونيه، اي شيء انه ممكن يبين شخصيه الانسان، فايش قد تبين لغه العين هذا الشيء، ايش قد تبينه، وهل هي مهمه جدا، يعني احنا اكو حركات لازم ننتبه لها بعيننا من احنا نحكي ويا شخص ممكن توصل رسائل خاطئه عنا. طبعا اكيد احنا ما يصير، يعني اكو حركات بالعين ممكن تكون مستفزه، اكو حركات بالعين ممكن توصل لك انه هذا انت، خصوصا اذا رايح مقابله عمل، يعني ما ممكن انت توصل لهم انه شعور انت خايف، وهذا مهم جدا طبعا، ولا انت قلق، ولا انت يعني القلق يعني دلاله انه انت ما عندك ثقه بامكانياتك، يعني ما عندك ثقه بمهاراتك، فلازم انت حركات العين، حركات الحاجب، هذه كلها كلش مؤثره انه بتواصل مع الاخرين، يعني ممكن انت الشخص اللي انت تجري وياه مقابله، يعني المسؤول عن العمل انت تجري وياه مقابله، ممكن انت عن طريق حركات الحاجب توصل لفكرة انه انت متفاعل ويا الكلام اللي دي يقول، انه انت سعيد، فرحان، هذه كلها لها تأثير. طبعا حركات العين جدا مهمة بالتوصيل، توصيل انت شنو الافكار اللي ببالك. حركات الجسد خلال المقابلة، اكو ناس يظل هو طول اليوم خايف، يثبت هاي الفكرة بعقله انه انا خايف خايف خايف، ماذا اقدر، شلون راح اروح لهاي المقابلة، هذا شلون راح تنعكس بعدين على لغة الجسد مالته. احنا بشكل عام مخزن بالعقل هذه منطقة الخطر بالجسم، لحد العقل شو يسوي؟ ينطل إيعاز انه انت في حاله خوف وخطر، لازم تدافع عن نفسك، شو يسوي؟ الحناء، فيدخل للمقابله هو هيك مسوي، وهذه كلش دلاله، يعني طبعا اذا هو صاحب العمل شخص عنده خبره ومعين، يعني مشتغلين هواي عنده ناس، فيعرف الخايف من مو خايف، فراسا لحي شخص هذا يقول خايف، يعني كلش هيك مرتبك وهيك قاعد، وهذه كلش لها تاثير أكيد. هاي التفاصيل. طيب واللي بين الكلام كل ساعة هيجي يقول له يتنحنح وهاي الشغلات، شنو هاي تفسيره؟ هي هاي يعني اكو امور عامه قلت، يعني ممكن هو احنا لازم نستثني امور عامه، يعني مثلا انه يكون هو شخص مريض مصاب بزكام او عنده فد مشكله تنفسيه، هاي اول شيء لازم نستثنيها وتكون واضحه هي اذا كان هو مريض او عنده مشكله. بعدها القحة أو النحنحة أو الهاية هي قلق، يعني شخص قلق، شخص دا يحاول أنه يخفي اللي دا يدور بعقله حاليا بهاي اللحظة، فيحاول شنو يقطع الكلام مالته، يقطع الكلام مالته إلى أن يستدرك توصل الفكرة، فيبدأ يرجع وانطلق يحكي، هو حتى يبدأ أو بالضبط، أي فحتى يبدأ يسترجع الكلام ويبدأ يستمر بالحكي مالته.
طيب هسه ننتقل مثلا لغير جزء من الجسم، مثلا حركه الايد، تشوف الكثير مثلا انه بيده مفتاح دائما يلعبي او مثلا يطقطق باصابعه او مثلا يفرك بايده، هاي شنو معناها؟ هي توتر يعني. هو شوفي، هو اكو حركات مكتسبه من المحيط مالتنا من العائله اول شيء طبعا. ممكن هذه الحركه هو اكتسبها او تعلمها من شخص موجود بالعائله. هواي حركات احنا بجسمنا، حركات بوجهنا، نبره الصوت، الموسيقى مالته، طريقه الحكي مالتنا هي ماخوذه من البيئه المحيطه بنا، هاي شيء اكيد يعني. اكو اشخاص يطوروها لهاي اللغه مالتهم، يبدون ياخذون اللغه الحلوه من الاشخاص الخارجيين. فاحنا ممكن نشوف هذا الشخص انه هو اللي يحرك ايده، يحرك مفاتيح، يحرك رجله. اكو اشخاص يهزون رجلهم بشكل مستمر. هي اولا هذه الحركات ممكن انت مستقبلتها من شخص داخل العائله، شفتيها عنده، انخزنت عندك من الطفوله. النقطه الثانيه انه حتى تسحبين التوتر اللي يكون عندك، تبدين تشغلين عقلك عن الافكار اللي موجوده. اكو ناس عندهم زحمه افكار بعقلهم من يدخلون المكان معين، فيبدي حتى شو يسوي؟ حتى يبدي يصفي هاي الافكار، يسحب عقله شويه الى مثلا طقطقه، يعني حركه معينه، يبدي العقل يبدي شلون يسوي؟ فرغ الافكار اللي داخله، يعني ريفريش بالضبط، يبدي ينظمها فينطي الفكره اللي هو دا يبحث عنها. هي هاي كلها لسحب التوتر، يعني حتى انت تسترخين. انا اعتقد لغه الجسد تبين اكثر شيء اذا الشخص يكون صريح ولا، خاصه يعني اكو برامج احنا نتابعها اللي هي برامج تحقيقات اللي يسووها، من يحققون يشوفون لكل سؤال هو شلون دا يتفاعل وياه، فممكن صحيح. تفيد انه واحد دا يقول الحقيقه او ما دا يقول طبعا. الحقيقه الكامله. احنا خلينا نقول ختام هذا اللقاء، حابين انت تنطين كم نصيحه للاشخاص هواي ممكن مقبلين على مقابله، ممكن عندهم اجتماع مهم جدا، خاصه هذا الوقت وقت الصباح دائما يكون اكو الجدول يكون كلش بزي ويا الاجتماعات، فشنو نصائحك انت لاشخاص مقبلين لعمل مقابله عمل او رايحين على اجتماع؟ شنو خطوات اللي هم يسووها حتى هم حتى يعني الضيوف وشغلات ممكن يجون هنا بالصباح الشرقي، يعني اذا هو يتحضر يجي منه، شنو هي الخطوات حتى هو يكون عنده شخصيه متزنه ويتمتع بهاي القوه والسيطره اثناء الحكي والحديث؟ هو اول شيء، اول نقطه هاي اهم، اي دائما اذكرها، تفريغ الافكار، دفتر وقلم، افرغ الافكار اللي ببالي، خوف، قلق، ما اعرف شنو، هاي قبل المقابله كلها اسجلها. انت ايش تنقيه على الورق طلع من العقل، يعني الصوره مالته راحت تقريبا، اي مثل الديليت صار عليها او خفت شويه حتى ما تظهر عندك باللقاء. الشيء الثاني، اقيم حركات الجسد مالتي. ممكن اتابع اشخاص لغه الجسد مالتهم ممتازه، لغه الجسد مالتهم تقدمهم بشكل صحيح، ابدي اتابعهم، اتعلم، اخذ الحركات من عندهم واقيم لغه الجسد مالتي. ممكن اوقف قدام المرايه وابدي اقيم هاي الحركه، ما ممكن اني يعني ما تخدمني، ما تظهرني بالشكل الصحيح. طبعا واكيد يعني لازم يكون هو شخص رايح مقابله، سواء مقابله عمل او مقابله تلفزيون، لازم دائما يحاول انه يظهر بشكل منفتح على الاخرين. شلون يكون بشكل منفتح على الاخرين؟ من خلال لغه الجسد مالته، دائما يكون شكله ايجابي، مبتسم، حركات الايد تكون مفتوحه. حركات الايد المفتوحه هي توصل فكره انه انت بتواصل مع الاخرين، انه انت شخص متقبل، تتقبل الافكار المطروحه امامك. هذه كلها مهمه تقدمك خلال اللقاء بشكل صحيح. وايضا الصوره ما نعكس نفسيتنا الداخليه على صورتنا الخارجيه، يعني ما نعكسها على مظهرنا. انا اذا عندي مشكله في هذا اليوم ما اعكسها على مظهري الخارجي، ما اعكسها على صورتي واقدم نفسي بشكل بالتالي ما يليق بي. طبعا قليله هوايه انه يعني يفتهمون هذه الشغله. تشوفي اول من مجرد عنده مشكله راسا تبين على ملامحه ويتعب وتطلع عنده هالات تحت العين. ممكن اكو اشخاص يتعبون نفسيا يبدون بشعرهم، اكو اشخاص هوايه يستغلون شعرهم للتعبير. صحيح. طبعا صحيح. هو هو ممكن اكو اشخاص يستعملون الشعر كعنايه ذاتيه، وممكن اشخاص يستعملون الشعر لايلام النفس، طبعا صحيح. هي اكو بيها هواي امور نفسيه، وممكن اكو اشخاص يستعملون الشعر للهروب. فتشوفين اكو شخص يجي شعره ما مرتب، هذا تشوفيه يعني مهزوم من فتشي، او شخص مثلا اكو شخص بعد علاقات مفسوخه يقصون شعرهم، جلد الذات هذه تعتبر. اكو اشخاص ممكن يؤذي نفسه، بس هذه، او اكو اشخاص يستعملوها كعنايه ذاتيه، يعني يحب يعتني بنفسه ويحب يشوف نفسه نحو الاحسن فتشوفيه يقص شعره. طبعا هذا الموضوع كلش يعني طويل، واكيد يعني بهوايه مفاصل، يعني لو نريد نفصل شغله شغله اكيد راح تدخل ايضا
نفسية الشخص وهكذا. طبعا خبيرة الصورة واللغة الجسد احنا نشكرك علياء على هذه المعلومات اللي حلوة. بس احنا ما عرفنا انه اللي دائما بما انه احنا الهاشتاج مالتنا على الصورة على الساعة اللي دائما ينظر بالساعة بشكل مبالغ به هذه شنو تكون يعني مستعجل هو مستعجل حتى بالاتيكيت انا دائما اقول يعني هو من غير اللائق خصوصا اذا اجتماع او لقاء مع شخص مهم او شخص انت هو بالنسبه لك يعني مهم كشخص بشكل شخصي ما المفروض او لائق انه واحد ينظر بالساعه لانه هذا دليل على انه انت تريدين تخلصين هذا اللقاء او انت ضايجه من هذا الموضوع او مستعجله او عندك التزامات ثانيه او كمل يعني سرد او كمل الموضوع بسرعه او ممكن اكو اشخاص تريدين توصلي لفكره انه انا عندي التزام ثاني ممكن يعني اكو هي بيها هوايه امور بس حسب طريقة حلو. التقديم طبعاً كلش لها فرق هذه طريقة لائقة إنه أنا يعني تأخرت ممكن إنه خلاص يعني نخلص الاجتماع ممكن بس طريقة التقديم يعني تكون لازم لائقة يعني بحيث مو رسم سرعة يعني ما يتحسس المقابل يعني ما يحس إنه محرج يعني بالضبط. مواضيع كلش مهمة علياء شكرا لتواجدك ويانا اليوم على هاي المعلومات القيمة اللي احنا نستفادها من المشاهد مشاهدين أذكركم بسؤالنا التفاعلي لحلقة هذا الصباح اللي هو مهم وده أشوف تفاعل كلش كبير ويا هذا السؤال اللي هو اللي أنت تفضل الساعة يد التقليدية والعادية أو الرقمية ده أشوف هواية كومنتات أحمد كاتب أني حسب الوقت الصبح ألبس الساعة الكلاسيكية لأنه ترهم ويا الزي مالتي لكن بالليل من أروح للجيم ألبس الساعة الرقمية همين هذا حسب أوقات اليوم ممكن يأثر على الشخص صحيح طبعا كل شخص وشخصيته كل واحد وشخصيته تشوفه وين يميل إلى الساعة الرقمية أم الكلاسيكية. اليوم راح نروح إلى الفن التشكيلي طبعا راح نتواجد معرض للفن التشكيلي في سلامة بسليمانية. هالمعرض يجمع مختلف المواهب الفنية التشكيلية من كل أنحاء العراق طبعا يضم الرسم من مختلف المدارس والنحت بأنواعه والخزف. كل عمل فني بهذا المعرض مبني على قصة ومفهوم وثقافة. راح نشوف هالأجواء بهذا المعرض ونعرف معلومات وتفاصيل أكثر بهالتقرير. فكرة كلش مميز وحلو ويحافظ على التواصل بين المحافظات وخاصة التواصل الفني. المعرض متكون من هواي لوحات وهواي مواهب من كل محافظات العراق هذا الشيء كلش حلو وكلش يساعد على أنه ينمي الفن بهذا البلد وخاصة احنا بالعراق كلش محتاجين أن ننمي هاي المواهب. مثل ما تشوفون المعرض متكون من هواي أفكار من هواي مواهب مو بس رسم رسم ونحت والخزف ورسم على هواي أشياء يعني مثل ما نلاحظ هنا هذا المعرض يخلينا نكتشف انه احنا عندنا هواي مواهب بالعراق. والله اللي عجبني التنوع الفني والثقافي اللي بيه خاصه انه اكو لوحات غريبه يعني كفن غريب اول انا اكو رغم انه انا رسام بس اول مره اشوف انواع الفن يعني اكو عقل مميز اكو افكار حلوه دا تبتكر هاي الابتكارات المفروض انه احنا ننميها ونحافظ عليها. كانت لي مشاركة في هذا المعرض حقيقة من المعارض المهمة اللي تتنوع به كل أطياف العراق ومختلف طوائف. عنوان العمل اسمه من يوميات رحلة قلقامش في البحث عن الخلود. حقيقة من احنا غريزين بالميثولوجيا الحضارية والأسطورة ولذلك حاولت أوظف هاي الأسطورة بطريقة معاصرة حتى أكون هذا العمل الفني التعبير الرمزي نقدر نقول مثلا. مشاركتي بهاي المعرض أوصل رسالة فنية لكل العراقيين مود التراث الكردي ويد المرأة العراقية ولمسات المرأة فن المرأة الكردية. يعني شاركت بهاي اللوحة فولكلورية تعبيرية واقعية عندها أسلوب خاص بي وحبيت أوصل رسالة بسيطة لاشتياق الفن الكردي وفولكلور الكردي ولمسات الفن المرئي فن المرأة الكردية.
اشتركت بهذا المعرض لأنه كان يعني حسيت بأن هناك أفضلية للفن التشكيلي في العراق عموما، وهناك مواضيع يعني هامة شفتها من خلال التكنيكات الأصدقائي من بصرة ومن دهوك ومن موصل، ولاحظت المميزات الذي فرق بها هذا المعرض والمعارض الأخرى بالعراق عموما، هو أن هذا المعرض أكثر اشتراكا من الفنانين وأكبر حجما من هم من اللوحات وهم من مساحة المعرض. وحبيت يعني كثيرا أن أشارك بهذا المعرض لأنه تعرف على عدة فنانين رواد من كافة المحافظات الذي اشتركوا هناك. هذا المعرض خلانا نتعرف أكثر عن تجارب المكان اللي احنا زرناه، خلانا نتعرف أكثر عن طبيعة المكان، عن هوية المكان، عن حتى طبيعة مطبخ هذا المكان، خلانا نعرف شلون يفكر، حتى زي المكان. يعني بصراحة يعني شيء جيد وشيء جميل، قدرنا نتواصل ويا أصدقائنا اللي صار فترة طويلة ما ملتقين وياهم ونتناقش هاي الثلاث أربعة أيام في أمسيات جميلة، وأعتقد هذا المعرض راح يطلع بنتائج جيدة مستقبلا. والله هو أنا أولاً أنا فنان تشكيلي، كان بدي أشارك لكن منحتني بعض الظروف، بس تمنيت يعني أشارك وقررت أنه لازم أزور المعرض. حقيقة المعرض مستوى عالي جداً، والشيء الحلو أنه كل المحافظات الفنانين من معظم المحافظات مشاركة بهذا المعرض بأحجام كبيرة، ولو الأعمال لا تقاس بالأحجام، لا ليس شرطاً أن يكون العمل الكبير هو حجمه كبير، يعني أكو أعمال صغيرة لكن أحجامها صغيرة لكن هي أعمال كبيرة بالمنتج. تظاهرة حلوة جميلة جدا يعني رائعة، وتبرز مستوى الفن التشكيلي العراقي عموما، ومحافظة سليمانية من ضمنها طبعا رائدة بالفن التشكيلي بالإقليم. هو الهدف الأساسي هذا التآلف وهذا الانسجام بين كل الأطياف، يعني بين لما نقول كل المحافظات يعني من كل أطياف الشعب العراقي بثقافاته المختلفة يعني، والفنانين بكل توجهاتهم وأساليبهم، وهذا شيء حلو يعني، هذا شيء جميل، وأكيد راح يساهم في تطوير مسيرة الحركة التشكيلية بعموم العراق. جميل انه نشوف مثل هكذا معارض تكون داخل بلدنا، وخصوصا انه هي تهتم بالفن التشكيلي لكل العراق، وهذه ايضا تعبر عن مفهوم وصوره لجميع المواهب، منها النحت والخزف وبنفس الوقت الرسم. هذه كلش حلوه، خصوصا طريقه تنسيق الالوان كانت بشكل جدا ملفت وجدا يعني بمهاره وذوق. انت انطاك اي انطباع شفتي الالوان والاعمال؟ صراحه انا كلش احب يعني اتخيل، يعني حسب انا مو كلش خبيره بس وقتي اللي اشوفها يعني اقعد اتخيل انه شنو الى وين ترمز هذه الصوره. ثم قالت عليا اهم الالوان والشغلات هاي ما تاثر علينا. مشاهدينا، خبرنا المنوع لحلقه هذا اليوم هو من العراق. احنا دائما نغطي الاخبار اللي تصير بالدول وبلدان مختلفة، لكن اليوم خبرنا هو من العراق. لم يتحقق
خلينا نقول جميع الطرق اللي اتبعها الأب بهدف إبعاد ابنتيه إيفار 7 أعوام وسافيار 6 أعوام من إدمان استخدام الأجهزة الإلكترونية لمشاهدة أفلام الكرتون والألعاب الإلكترونية والسماع المفرط للموسيقى، فقرر أن يشتري لهما أرنبين أملا منه بأن تنشغلا باللعب معهما وأن تبتعدا عن الأجهزة الإلكترونية. بعد أسبوع من شراء الأرنبين يقول الأب: صرنا نرى الأرنبين يجلسان مع البنتين على الأرض لمشاهدة أفلام الكرتون سوية بكل اهتمام. تلك النظرة جعلت الأب في حالة من الصدمة والذهول، وصار يسأل نفسه متعجبا: هل يعقل أن يصل ذكاء البنتين إلى حد أن تعلما الأرنبين مشاهدة الأفلام أفلام الكرتون؟ مثل ما نشوف يعني جهود الأب كانت في سبيل أنه البنات أنه شوي ينشغلون باللعب مع الأرانب حتى هم يبتعدون عن استخدام الأجهزة الإلكترونية اللي ممكن تكون مضرة بالعينين. لكن اللي صار صار عكس، أنه بدل ما هم ينشغلون إلى الأرانب، الأرانب بدوا يتعلمون يباوعون على الأفلام الكرتون وأيضا الآيباد. قال يعني إحنا سدى نتعامل مع الأرنبين كبنات اثنين جدد ويانا بالبيت وبنتين إضافيتين، وإحنا صاروا هم يأكلون مثل البنتين ويشاهدون أفلام الكرتون. فأعتقد جهود الأب باتت اي لا خلص انه هو علم الارنب همين على الموبايل. يعني تصوري انت اذا تحاولين تسوين فتشي وصار عكس هذا الشيء، صار بدل ما انه البنات ينشغلون ويلعبون ويا الارانب منظرهم كلش حلو صراحه، يمكن مستمتعين. تدري زين يعني اكو فد يعني شغله عجيبه انه هذا الموبايل يعني يغري حتى الحيوان اللي يريد حتى يتفرج بي. انا عندي ايضا بلبل هيك صغيروني وقت اللي ارزمه يجي على كتفي يتفرج وياي. تخيل هاي يعني عصر عجبه اكيد انه هو لازم همين راح يخسر جزر يشتري جزر حتى يوكل الارانب. اذا كل شيء ما سوى جهوده راحت بالشاط. مشاهدينا راح نذكركم او نذكركم بسؤالنا التفاعلي لحلقه هذا اليوم مرة ثانية، راح نقول: هل تفضل أنت شخصيا استخدام ساعة اليد العادية والكلاسيكية أم تفضل الساعة الرقمية؟ شنو عندك أنت تعليقات ياسمين؟ الأغلبية أنه يقولون اثنينهم، والأغلب أنه أيضا يقول أنا خلص ما ألبس ساعة أعتمد على التليفون، وواحد يقول لا أنا أعتمد على الساعة الجدارية. ليش التليفون صار اليوم احنا دي 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 يستغنينا او خلينا نقول يفيدنا اكثر من الساعه العاديه اللي احنا تكون بايدنا؟ فممكن التليفون هم هنا هو موضه جديده ونوع جديد من الساعه. اكيد صحيح. اذا هذا كان كل ما لدينا فقرات صباحيه لهذا اليوم، انتظرونا غدا فقرات صباحيه جديده ومميزه ان شاء الله. مع السلامه.